وأصحاب الشاميل وبنات الطعمين، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من درس هيا إلى العمل. هيا إلى العمل. اتعرفنا حبايبي الحلوين في الجزء الأول لما الفترة سافرت رحلة إلى أرض العمل، وعرفنا إن أرض العمل هي مدينة دولار، وعرفنا إن بعض المنتجات الأسرة مجرد انتباهها الآثاث وروعة الآثاث، وكمان تعجبهم من جمال الفنان المصري، وتعجبهم من روعة الصانع المصري. تعالوا نقرأ الجزء الثاني من الدرس ونقول مع بعض: شعر أفراد الأسرة بالجوع، فقد حرقت رائحة الحلوى شهيتهم. محلات الحلوى في كل مكان. دخلت الأسرة أحد مصانع الحلوى. تحدث الأب مع أحد العمال. الأب: ماذا ينتج المصنع؟ العامل: ينتج المصنع جميع أنواع الحلوى. الأم: ما أشهى هذه الحلوى، يعني ما أجمل هذه الحلوى. باسمون: بماذا تشتهر مدينتكم يا صديقي؟ العامل: مدينتنا عريقة وشهيرة، فهي مدينة الآثار والحلوى والألبان. الجميع في صوت واحد: ما أجمل مدينتكم، ما أجمل مدينتكم. بسمة: هل عرفتم يا أصدقائي اسم هذه المدينة؟ جميل جدا الدرس ده يا أولاد، ومن أكثر الدروس المشوقة هذا العام. الدرس ده مشوق لأنه بيعرفني على مدينة مهمة جدا، وهي مدينة دمياط. زي ما قلنا في احنا هنا جاوبنا بدري قوي على سؤال البسمة لما قالت: هل عرفتم يا أصدقائي اسم هذه المدينة؟ نعم أعرفه، إنها مدينة دمياط. قلنا يا أولاد الأسرة أثناء تجولها في مصانع الأثاث لتشاهد قد إيه روعة الصناع المصريين، شعرت الأسرة فجأة بالجوع. معنى شعرت أحست الأفراد الأسرة أحسوا بالجوع، فقد حرقت رائحة الحلوى شهيتهم. يعني إيه يا أولاد؟ يعني بقوا، يعني حسوا إن هما إيه؟ ياكلوا، يعني عارف أنت لما بتشم حاجة حلوة وبتقول الله أنا شايف إن في حاجة عن نفسي فيها؟ أيوه ده بالظبط اللي حصل لأسرة محلات الحلوى في كل مكان، بصوا لقوا حواليهم الحلوى مشكل وهريسة وحلوى كتير جدا جدا جدا. دخلت الأسرة أحد مصانع الحلوى، ما راحتش بقى المحل، دي راحت المصنع نفسه. الأرض تحدث مع أحد العمال، تكلم وقال: ماذا ينتج المصنع؟ المصنع ده بيطلع لنا إيه؟ أو بتطلع إيه؟ إيه عنده منتجات في المصنع؟ رد عليه العامل وقال له: إن إحنا بنطلع جميع أنواع الحلوى. مدينة دمياط يا أولاد زي ما قلت لكم إنها بتشتغل بصناعتين مهمين جدا، هي صناعة الألبان وصناعة الحلوى. زود عليها عنده كمان صناعة الألبان. مشهورة جدا 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 الجبنة الدمياطي. لما حضرتك بابا أو ماما بيروحوا محل الألبان وحضرتك بتكون معاهم، بتلاقي بابا بيقول له إيه؟ أنا عايز جبنة دمياطي. الدمياطيون بيشتغل جدا في صناعه الاثاث والحلوى والالبان. الجميع ربوا في صوت واحد: ما اجمل مدينتكم. انتوا عارفين يا اولاد ان في مدينه دمياط مفيش حاجه اسمها بطاله؟ يعني ايه مفيش حاجه اسمها بطاله؟ يعني عندنا في كل مدينه في ناس بتشتغل حلوه، الا مدينه دمياط من كثر الصناعات عندهم ومن كثره المصانع لا يوجد فيها
ايوه برافو بتشتغل هذه المجموعات بصناعه الاثاث بصناعه الانبان بصناعه ايه يا حبايبي؟ برافو الحلوى. تعالوا مع بعض هناخد المعاني والمترادفات. زي ما قلنا معنى شعره احسس، معنى شعره احسس، معنى انتباه تركيز. اعتقد كلمه انتباه كانت موجوده؟ لا ما كانتش موجوده، بس مش مشكله هتنفعنا زي ما قلنا في القراءه المتحركه. معنى حرك اثار، معنى حرك اثار، جذب شده، جذب شده، عريقة أصيلة. ممكن يا ولاد عريقة بمعنى أصيلة أو قديمة، الاثنين صح عليا. معنى شهيرة معروفة أو مشهورة، معنى شهيرة معروفة أو مشهورة. معنى عرفتم علمتم، معنى عرفتم علمتم، روعكم. طب المضاد يا ولاد، مضاد الجوع الشبع، مضاد الجوع الشبع، مضاد جذب نفر أو سرق أو دفع أو طرق. كل دي أولاد مضاد لكلمة جذب. مضاد شهيرة، قلنا شهيرة معناها إيه؟ معروفة. طب عكس معروفة إيه؟ مجهولة أو مشهورة. طب عكس مشهورة؟ مغمورة. مشهورة إن كل الناس عارفاها، مغمورة مفيش حد عارفها. عرفتم؟ علمتم. طب مضاد؟ جهلتم. شاطرين. مضاد انتباه غفلة أو إهمال. عشان يا حبايب قلبي معناها تركيز أو اهتمام. ده صح وده صح. خدناها قبل كده انتباه بمعنى انتباه، عكسها اهمال. لو قلت معناها تركيز يبقى عكسها غفلة. ناخد مع بعض المفرد والجمع. جمع رائحة، برافو. روائح، جمع محل، محلات، جمع مدينة، مدن، عريقة، عريقات، اللبن، الألبان، الحلوى، الحلويات. أعتقد يا ولاد إن أكثر حاجة عندكم هي المفرد والجمع. طب لو أنا اخترت كلمة وقلت لك مفرد الألبان هتقول لي إيه؟ برافو اللبن. طب لو قلت لك مفرد مدن، شاطرين، مدينة. طب لو قلت لك مفرد روائح، برافو رائحة. وبكده حبايب قلبي نكون خلصنا شرح الدرس مع المفردات والمعاني. ناخد حبايبي مع بعض الأسئلة. درس سهل جدا جدا يا ولاد، عايزاكم تطبقوا عليه، نستخرج كل الاستخراجات، نستخرج منه لا شمسية لا قمرية. اسلوب تعبد، اسلوب استفهام، مفرد يجيب جمعه، جمعه يجيب مفرده، جملة اسمية، جملة فعلية، نستخدم كل الكلام ده. أول سؤال لو أنا قلت لك بما شعرت الأسرة، بما شعرت الأسرة، بما هي بمعنى الأسرة حاسة بإيه؟ أيوة برافو، شعرت الأسرة بالجوع من كتر يا ولاد ما هما بيتفرجوا وبيمشيين يلفوا في المدينة. لماذا شعرت الأسرة بالجوع؟ إيه بقى؟ لأنها شمت إيه؟ برافو عليكم. لأن رائحة الحلوى في كل مكان. ممكن أزود عليها وأقول إيه؟ جذبت انتباهها رائحة الحلوى، أو جذبت شهيتها رائحة الحلوى. أين توجد محلات الحلوى؟ كانت فين؟ في كل مكان. قلنا إن محلات الحلوى كانت موجودة في كل مكان. أين دخلت الأسرة؟ برافو. زي ما قلت لكم هي ما راحتش محل تشتري منه وخلاص، هي كانت بعد ما تعرف الحلوى دي كيف تصنع، فدعت الأسرة ودخلت الأسرة إلى أحد مصانع الحلوى. دخلت الأسرة إلى أحد مصانع الحلوى. طيب خليك تسألني، ماذا يكتب المصنع؟ المصنع اللي دخلته الأسرة ده بينتج ايه يا حبايبي؟ تعالوا نشوف. أكيد يعني برافو سامعيني فاهمة شاطرين. ينتج المصنع جميع أنواع الحلوى، ينتج المصنع جميع أنواع الحلوى.
عمرك بتشتغل في ايه؟ برافو، زي ما اتفقنا تشتغل بالاساس بالحلوى بالالبان بره المرايه، تشتغل في ايه؟ بالاساس بالحلوى بالالبان. طيب ما ارض العمل؟ ايه ارض العمل؟ ارض العمل هي مدينه دنيا زي ما اتفقنا مع بعض. وبكده حبايب قلبي نكون اخذنا الجزء الثاني من الدرس وعرفنا ان مدينه دنيا هي ارض العمل، يطلق عليها ارض العمل. ليه يا اولاد؟ ممكن يجي سؤال يقول لي لماذا يطلق على مدينه دنيا ارض العمل؟ هقول ايه؟ لان الجميع يعمل بجد واتقان، لان الجميع هناك يعمل بجد واتقان. بما تشتغل مدينه دنيا؟ تشتغل بصناعه الاساس والحلوى والالبان. يا رب يا رب اكون قد افدتكم وفهمت كويس جدا زي ارض العمل. مستنيه اسئلتكم على المعاني او الاسئله او اي حاجه تخص الكرويه على الموقع من الساعه 5 للساعه 7. وشكرا جدا يا حبايبي، وباي باي.